بيقولوا ان كان بالفعل هي ركله جزاء. ادي الكره اللي فاتت من كمال ابو الفتوح لاحمد رضا، اصبحت من نصيب حسام اشرف، لكن تدخل عبد الله عبادي والمسك في لقطه الاعاده بعد تم استدعائه من صبحي العمراوي ومحمد التبع الغازي. الكلام والاتصال والتواصل مستمر ما بين صبحي العمراوي ومحمد التبع الغازي وحكم اللقاء سيد منير. حكم الاحتساب سيد منير بعد ما خد المشورة وتشاور يا اهداف حسام اشرف، هل يرفع الرصيد الهدف العاشر؟ حطها قوية على يمين حارس المرمى، هنا في الشكل مباشر على طول يباشر ويعطي البشرة والفرحة والسعادة، ينقلها من ملعب اللقاء الى المدرجات والى بيوت المحلوية بركلة جزاء تحتسب ترجمها على يمين حارس المرمى اللي اتجه مع صبحي سليمان لكن في الزاوية اليمنى بعيدة عن متناول الحارس اللي حاول انه يلمسها ويبعدها عن الشباك لكنه لم ينجح ولم يفلح.